موجود مع انا عندي نكته وحده بس عن الحشاشين لانه ما رح اتعدى على اختصاصك يا هشام. ما تصفر وما تخضر. الحشيش اختصاصي؟ يلا نكت. نكت بتحشيش. نكت حشيش. ايه مره واحد كثير بحشش عنده ببغة بالبيت. هيدا دائما كل ما يولع سيجاره هالببغة يسلطن معه، هو يقول الهوى سلطان، يقول له امان يا معلم امان. دائما هو يدخن والببغة يدوخ معه. دائما الببغة عنده فلتين بالبيت. في مره وصل هيك مشوب زهقان، حط شقفه الحشيشه على الطاوله وفات اخذ شاور تبعه. بس ظهر ما لقى شقفه الحشيشه. قال له لا اكلتها؟ قال له لا ما اخذتها يا معلم وشرفك ما اكلتها. قال له لا اكيد انت اكلتها. ليك اذا بعدت تعملها مره ثانيه رح زتك بالقن مع الدجاجات. قال له طيب اوكي. رحت الايام اجت الايام كمان جاي الزلمه عم بحشش، فات اخذ شاور تبعه تركها قدام الببغة. اجى الببغة اكلها وظهر ما لقاها. قال له اكلتها؟ قال له ابدا وشرفك يا معلم. قال له قلت لك هددتك رح زتك بالقن مع الدجاجات. لقطه زته بالقن مع الدجاجات. شاف اول دجاجه سمعها عم بتقول واو ليك ريشاته شو حلوين، يقبرني شو سكسي، ليك هالجسد يقبروني ملا بغاد. قال له خراسي منك الها، فايت مخدرات مش دعاره. بما انه الطياره بالجو ماشيه طايره، اعلن الكابتن قال انه بيأسفني جدا لكم انه الطياره مرقه بمطبات هوائيه، نحن فوق البحر وللاسف الشديد انه الطياره رح توقع، شوفوا شو بدكم تعملوا. ثلاث نسوان قاعدين حد بعضهم، أول وحدة مصرية شالت كل الذهب تبعها لبستهم بإيديها، قالت لها لبنان شو عم تعملي؟ قالت لها أنه بس توقع الطيارة حقلمع أنا بقلب المي فتلقائياً حينقذوني أول وحدة. قالت لها اللبنانية غلطانة، لقطت المكياج قعدت تتمكياج. قالت لها أول وحدة بينقذوها هي الحلوة، الثالثة سودانية شلحت كل ثيابها. قالوا له أنت شو عم تعملي؟ قالت لهم حبيبتي لا أنت ولا هي، أول شيء بفتشوا على الصندوق الأسود. مرة اثنين جيران بوش بعضهم، أول وحدة بس تغسل بتشمس الدنيا، الثانية بس تغسل بيكون الطقس كتير شتي. فهيدي دايما اللي حظها سيء دايما بس تغسل بتشت الدنيا. استغربت آخر شي سألتها لجارتها، قلت دخلك بس بدي أسألك سؤال، كيف بتعرفي إنه بكرة الطقس صحو بتكون مغسلة وبتشمس الدنيا وأنا بس غسل دايما بتشت الدنيا؟ قلت لها شريف بس كون نايمة أنا بالتخت حد جوزي مد إيدي، إذا كانت على مالتي اليمين بيكون الطقس صاحي، وإذا كان على مالتي الشمال بيكون الطقس شتي. قلت طيب دخلي، وإذا كان على النص شو بتعملي؟ قلت يلعن الغسيل وساعتي. مرة ثلاث شباب أصحاب كتير تجوزوا ثلاث بنات أصحاب كتير كتير مع بعض، وقرروا يكونوا العرس بنفس النهار. تاني يوم الصبح باللوبي تبع الأوتيل قاعدين ثلاثتهم، أول واحد قال له للتاني شو بك مهموم هالقد؟ كيف كانت ليلتك؟ قال له الله يلعنها ملا ليلي، انت بتعرف ان اللي اخذها انا مضيف الطيران، كل ما بدي اقرب بوسة لا 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 مش هيك ببوسوا بالصين، لا 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 مش هيك ببوسوا بباريس، لا 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 مش هيك ببوسوا بالطليان. قال له مصيبتك هينه. قال له يعني ما طلع من امرك شيء؟ قال له ما طلع من امري شيء. قال له انت؟ قال له انا بتعرف يا حبيبي اللي اخذها اخذها ممرضه، كل ما بدي اقرب بوسة لا لا طهر تمك، لا 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 بنلقط ميكروب، لا لا لا. قال له يعني ما عملت شيء؟ قال له ما عملت شيء. لقى التالت ساكت هيك وشكله تعبان ورايح صلاطه. قالوا له انت ليه مش عم تحكي؟ قال انه مصيبتكم هيني حد مصيبتي، انتم بتعرفوا اللي اخذها انا معلمه مدرسه، كل ما عملت اللي غلط عيده 20 مره.